though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. أهلا بكم. ماذا يحدث عندما تفقد سيدنا؟ ده شيء مهم جدا. لما تفقد سيدنا ما تفتكرش ان الدنيا هتمشي امان. تعالوا نشوف مع بعض كده السنة يا جماعة زيها زي بالظبط. يعني في فيلم 300 في مشهد مهم جدا. واحد راح قال له للقائد قال له انا عايز انضم ليك. قال له لا احنا وحدة واحدة. احنا كلنا وحدة واحدة. ما ينفعش واحد فينا يكون ضعيف. لما سنة تقع زي واحد في المعركة واحد في الجبهة ضعف. الاثنين اللي بعد كده طبعا الضغط هنا خلاص سنة راح. الاثنين اللي على جنبه هيبدأوا يريحوا. مفيش حاجة سبورتيف خلاص في فراغ. فيبدأوا يقعوا بالشكل ده. يقعوا بالشكل فعلا البق كده. فتبدا طبعا ويبدا بقى الوقعه في الناحيه تخلي اللثه تنحسر على الناحيه. فيبدا الجدر يبان والجدر لما يبان الكالسيوم يترسب عليه. والكالسيوم لما يترسب عليه دي فرصه حلوه جدا للبكتيريا. ويبدا المفصل المشهور جدا لان العظم نفسه قال. فالمفصل اللي هو تي ام جي ده التمبرومانديبولار جوينت او مفصل الفك يبدا يتحرك. ويبدا الجوينت بتاعه او الكارتريج بتاعه يتحرك ويعمل الم. فتلاقي في عندك الم في الجنب وتلاقي عندك صداع وتلاقي وشك بدأ شكله يتغير وسنانك تفلق من بعضها والكالسيوم يترسب والأكل يتحشر من سنانك ويبدأ تدخل في مشاكل لا حصر لها والتسوس وسنة ورا سنة تكر بتاع. لا أنسى المشهد زي ما بقول لكم الراجل اللي هو أبو قاتب دوت راح له اللي شكله ضعيف ومش قادر يرفع. قال له ارفع مش قادر. قال له لا احنا وحدة واحدة 300. قال له احنا كلنا مع بعض وحدة واحدة. لو في ديفكت واحد بس حصل زي ما السنة دي وقعت كل الجبهة بتاعتنا تنهار. احنا قوتنا في لحمتنا قوتنا في اتحادنا. الكلام ده في الاسنان والكلام ده في الحياة. حوار مثير للغاية طبعا مع ضيف العزيز الاسم الكبير والقيمة العلمية المتميزة وصاحب الحضور المتميز والمفاجآت النهاردة الكبيرة الأستاذ دكتور شادي علي حسين. الأستاذ الدكتور شادي علي حسين مدرس طب الأسنان بكلية طب أسنان جامعة عين شمس. دكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس. ماجستير علاج الجذور جامعة عين شمس. زميل الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان. عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور. المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمية. أهلا بك دكتور شادي. وحشني جدا جدا. إيه الصورة؟ هنغير لك الصورة. الصورة غريبة. النهاردة في جديد كله كلام جديد. وعجبني قوي. انا طبعا حاجتك كلها اللي انت بتجيبها بتعجبني بس المرة دي عجبني قوي. ليه؟ عشان مذاكر. الفيديو ده مهم قوي لان الناس ما بتتخيلش لما حضرتك بتفقد السنة زي ما انت قلت بالظبط التحرك بتاع ميل الاسنان. تبتدي الاسنان تميل. لما تبتدي الاسنان تميل بنبتدي نفقد. يعني احنا ناخدها مرحلة مرحلة بنبتدي نفقد القدرة على العض في جنب. فلما تفقد القدرة على العض في جنب بتركز في الجنب التاني. فيبتدي مفصل الفك يبتدي يحصل لي الطرقعة. يقول لك فكي بيطرقع يا دكتور. اقول له طب ما هو انت في مشكلة عندك في السنان. يقول لي يا دكتور ما هو ده ايه علاقة الفك بالسنان. اقول له حضرتك هو زي قضبان السكة الحديد لو القضيب حصل له حاجة القطر هيطلع عن مساره. فده اللي بيحصل في مفصل الفك. بالاضافة لان الاسنان دي لما بتدي تتلوح العضلات بتاعت الوش في ناحية اللي ما بتاكلش فيها لان مفيش عضه مظبوطه تبتدي يحصل ضمور. تبتدي يديك الايحاء بالجروفز التخينه وشكل العجز والشكل الكبير في السن. اضافه لتراكم الجير برضه يؤدي لتراجع اللثه والمسافات الكبيره ما بين الاسنان. فقد ايه ان الناس اسهل حاجه عندها ان هو يقول لك اخلع السنه. انا قبل ما اجي لك انا دكتور ايمن النهارده كان عندي حاله كنت بشخصها. فهي عندها مجموعة من الأسنان اللي موجودة. أسنان حالتها كويسة جدا
وبعدين شافت تكلفه العلاج بتاع الاسنان دي لقيتها عاليه شويه، فبتقول لي لا طب انا عايزه احل المشكله، خلاص خلصني من السنان دي، اخلعها لي وركب لي طقم. هي مش متخيله ان الاسنان فقدها بيؤدي لكبر السن، شكل السن الكبير بيجي من فقد الاسنان، فقد العضه. عارف زي ما حضرتك بالظبط النهارده لو واحد والعياذ بالله رجله حصل فيها باراليسز او شلل رجل والتانية شغالها، بص تلاقي حصل فيها ضمور، العضلات حصل لها ضمور وبقت شكلها رفيع جدا. نفس القصة بتحصل في العضلة بتاعة المسيطر او العض اللي في الوش، لما بتبتدي تاكل على جنب وتسيب جنب بتبص تلاقي ان في الجنب ده بيحصل له ضمور، تلاقي يقول لك وشك من هنا اتخن من وشك من هنا. لو في الناحيتين تبتدي تلاقي المنظر اللي هو الخد دخل لجوه والعظمتين دول برزوا والجروفز دي دخلت لجوه وديتني منظر اكبر ب 20 30 سنة. Is it reversible? Yes it is. يعني انا اقدر ارجع الكلام ده؟ اقدر ارجعه ازاي؟ ان انا اعوض الاسنان اللي في الفك اللي جوه. الناس بتربط ان دايما المنظر الجمالي فقط بالمنطقة الامامية، وده خطأ كبير وشائع. خلينا عندنا حاجتين النهارده عايزين نتكلم عليهم، القشرة التجميلية، عايزين نتكلم عن الزراعة. تمام. هل انت شايف القشرة التجميلية حملت اكتر مما تتحمله؟ او بمعنى اصح يعني ناس كتير رموا عليها احمال كبيره جدا لدرجه ان هي بتطلب امال كبيره. والله بص هي الفكره في حاجه، الموضوع ده اصله بيضحكني لسبب، لان انت يعني ايه هيت ذا بوينت. هي الفكره ان الناس فاكره ان الماده والماده المصنعه منها القشره التجميليه مختلفه عن الماده المصنعه منها الكفر او الطربوشه، ودي مش صحيح. مش صحيح فين؟ في البورسلين الزجاجي. يعني احنا دايما لما بنتكلم مع الناس بنحاول نفهمهم ان في ثلاثه كاتيجوريز كويس في البورسلين ان جنرال، في تو كاتيجوريز منهم شايني واي بتتعامل فيهم، وفي كمان كاتيجوري احنا ما بنمدش ايدينا فيه. في الكاتيجوري بتاع المعدن اللي متغطي ببورسلين اللي الناس بتسميه البورسلين القشره زي ما بيقولوا، وفي البورسلين الزجاجي اللي احنا دايما بنتعامل بيه ومن احنا من الاندمان واحنا مدخلينه مصر، وفي البورسلين الشفاف اللي احنا دخلناه في ال 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 الزركونيا الشفاف. الزركونيا الشفافه طبعا دي غير برضو الزركونيا العاديه اللي بيبني عليها في المعمل، دي قصه ثانيه. فانا كمركز شاين وايت انا ما بتعملش في المعدن المغطي بورسلين اللي هو تفتح تقلبه من جوه تلاقيه اسود، ده انا ما بتعملش فيه اصلا، ده بيفضي وبيعمل تلوين في اللثه، بيعمل جينجيفال تاتوينج، بيبوظ الاسنان. يعني كانت التكنولوجي وخلصت. تمام. من في التسعينات كنا بنتعامل بيه، كنا بنتعامل بيه في التسعينات، بس دلوقتي خلاص شات داون نو مور. ال 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 البورسلين الزجاجي بنصنع منه الطرابيش او الكافرز بتاعت الاسنان الاماميه، وبنصنع منه القشره التجميليه. القشره التجميليه بتحل لنا مشاكل كتير في اللون، في الشكل، في الكلام ده كله، ولكن ما بتحلش مشكله الاتجاه. فبنحطها امتى؟ بنحطها لما انا يكون عندي الاسنان اتجاهها مظبوط وطولها مثلا ممكن يبقى قصير شويه، فممكن اشكل اللثه واطولها شويه. ممكن احطها في حالات التلوين الوراثي، ان يبقى في ناس عندهم بطش بيضة وبني والكلام ده كله، لان انا بشيل طبقة سمكها 1 ملي من على السطح الخارجي بس لسه. تمام. فرضا مثلا عندي مشكلة اتجاه، عندي اسنان بارزة لبر، فبيبقى عندي في اتجاهين، يا اما ان انا احط كافرز كاملة اعدل بيها شكل الاسنان، يا اما ان انا احط بيها اعمل تقويم شفاف واحط بعديها قشره تجميليه. يعني اعدل الاتجاه باستخدام التقويم وبعد كده احط قشره تجميليه عشان اقلل حجم البرد. طيب مين احسن ومين اوحش؟ انا كان عندي يوم الاربع اللي فات عيانه اختين توينز بالمناسبه، وهما الاثنين كان عندهم سبيسنج. تمام. واحده كان عندها كونجنتال ميسنج لاتر، القاطع الصغير ده مش موجود هنا وهنا، والثانيه نفس السيناريو، بس هما توينز واسنانهم شكلها قريب جدا لبعض، ولكن واحده اخترت لها ان انا اعمل لها قشره تجميليه بعد التقويم الشفاف. يعني قلت لها انت هتقعدي معايا من 3 ل 8 شهور وبعدين هنعمل لك قشره تجميليه على الاسنان. الثانيه قلت لها لا انت هتخلصي في 48 ساعه وهاخد هعمل لك كافرز. ليه؟ لان انا لقيت ان السبيسنج او الحجم اللي انا هعمله بعد ما افتح العض عند دي هيبقى حجمه او مساحته قليله جدا ان انا احط فيها زرع. فقلنا لا، يبقى الاحسن ان احنا نعملها كافرز ونعمل الكناين
نقلب الكناين قاطع لو زي ما تفتكر كنا بنعمل زمان الناب نقلبه قاطع والمكان الناب نقوم حاطين كانتيليفر او واحده على الهواء على الدرس الرابع. المريضه الثانيه لا اختها بالظبط قلت لها لا انا هعمل لك تقويم ليه لان كان عندها سبيس كبير قوي لو قفلناه بالطريقه بتاعه التركيبات كانت هتبقى تصنط. فده الفينيشنج هو بتاع القشرة التجميلية وتقفيل القشرة التجميلية وازاي بتقفل على اللثة والفينيشنج بتاعها والمايكروسكوب والكلام ده كله. كنا بنعمل الكلام ده كنا دايما بنتكلم كنا بنعمل الكلام ده بطريقة ان احنا بنشتغل برضو كانت في دماغنا المنتاليتي كنا دكاترة كتير ولكن بنشتغل بطريقة ان احنا كله في عيادة او عيادتين. فده كان المريض بيخش نفس العيادة والدكاترة هي اللي بتغير عليه. انا هدخل دلوقتي شايني وايد اتفرج شوية على الحاجات وارجع تاني اكمل كلامي عشان نروح للزراعة لانها مهمة قوي. تعالوا نشوف مع بعض. حلو قوي جميل واكشن رائع وحاجه جميله ومعموله حلو. وانا عايز بقى اروح للزراعه. عملتوا ايه بقى في الزراعه؟ ايه التقنيات الحديثه اللي انت والله الـ 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 الفيديو كان فيه 2 بوينتس، واحده زراعه وواحده الفرق ما بين الحشو الابيض الاسنان الاماميه والبورسلين. فالتو بوينتس دول كومنت عليهم سريعا. اول بوينت ان احنا المريض كان عنده المنطقه الخلفيه كانت كباري معدن متغطي ببورسلين تحتيها فاضي، الاسنان تحتيها كانت متاكله تماما. كان عايز يعمل المنطقه الاماميه كان جاي بيها مبنياله
من ماده الحشو الابيض، يمكن كنت بشيلها وانا بحضر الطرابيش كلها او الاسنان كلها مليان مبنيه حشو ابيض، كانت عامله التهابات شنيعه في اللثه، اضطريت ان انا اعمل تشكيل اللثه بالليزر الاول، وطبعا كانت متلونه وشاربه لون بني من جوه وفي تسوس من بينها وبين الاسنان. شلنا الكلام الفارغ ده كله وعملنا بناء للضرس بالسنان بشكل مظبوط، وعملنا لهم حشو عصب، عملنا في جلستين الفك العلوي والفك السفلي. يجي المريض يقول لي طب يا دكتور انا عايز بقى اخلص قدام خالص فاينلايز، وعايز اعمل ورده بعدين. اقول له لا، هعمل قدام، هعمل لك شكل جميل. الشكل اللي احنا شايفينه الابيض ده ما كانش ايميديت، حطيت في النص مؤقت. دايما ساعات بقوم حاطط البي ام ام اي اللي هو البوليميثال ميثاكريليت البلاستيك، نوع من البلاستيك بخرطه بالكمبيوتر والزقه واسيبه لحد ما اللثه تلم، وفي نفس الوقت انا مش هفاينلايز واحمل تحميل على الاسنان الاماميه الا لما يبقى عندي عضه مظبوطه ورا. ليه؟ لان لو ما عنديش عضه مظبوطه ورا ده اللي هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي ان الاسنان دي هتبقى شغاله ماستيكيشن، زي اللي هتبقى تعض بتمضغ بدل ما هي قواطع بتمضغ، وده مش وظيفتها فتقطم وتتكسر. فمش دايما بنطبع المريض على الـ 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 الحاجه لو هي مش مظبوطه. فبقوم مريحه ويعني قسم البلد نصين زي ما بيقولوا، عامل له اسنان شكلها حلو معموله بي ام ام اي، وبعدين قمت شايل بقى بتاع ومخطط بالاشعه المقطعيه. دخل الاول قسم الاشعه المقطعيه، خططنا على الزرعات الخلفيه وابتدينا نحط الخطه العلاجيه. هنحط اربع زرعات ثلاث زرعات ورا هنا وثلاث زرعات هنا وثلاثه هنا وثلاثه هنا. حطيت له 12 زرعه تقريبا في المنطقه الخلفيه. حطيت له عليهم بلاستيك برضو بي ام ام اي، كملت له بقيه الفك بي ام ام اي، وبعدين حطيت له البورسلين الابيض بقى اللي حضرتك شفته ده قدام وورا. فكانت هي بنوته الحقيقه. طب انا عايز بقى كمان يعني شوف كنا منين، واسنان معدن مغطى بورسلين ورا ومتاكل تحتيها ولسه ملتهبه ومش عارف ايه. طب يا دكتور كمان بعد ما خلصت بقى الطمع، طب عايزه توس جيولري، عايزه الكريستاله دي ينفع تتلزق على الكراون؟ الكريستاله دي قلت لها كمان ينفع تتلزق. مصريه ولا عربيه؟ لا مصري. مصريه. اصل العرب دايما بيحبوا الحاجه دي، اللي هو الناس اللي هم في الخليج بالذات بيحبوا قوي. هي عايشه بقى لها 20 سنه مثلا في السعوديه عشان كده هم بيحبوا الجولري يتحط على السنين. على السنين. على فكره دي من الحاجات اللي هي بالنسبه لهم تدي نوع من الفخامه يعني. فليه لا كمان ان احنا بعد ما يبقى مفيش اسنان بايظه خالص ومبنيه وتحتيها بلاوي ورا والدنيا مبهدله، سنان جميله وكمان ادلع نفسي بقى واحط كمان جولري وتبقى موجوده. فزراعه زي ما انت شايف كمان ما كانش في فرق ما بين الزراعه اللي ورا والاسنان الطبيعيه اللي قدام. الدنيا كانت برضو صعبه جدا في الحاله دي، يمكن دي حاله مشابهه حاله دمار شامل. برضو طربوشين اماميين فيهم اسنان محطوطه معدن متغطي بورسلين، وبرضو الكارثه اللي انا دايما بقول لا عليها اللي هي بناء الحشو الابيض في الاسنان الاماميه، ده بيبهدل اللثه جدا. حالات متاكله واسنان متاكله. لما بيجي لي المريض زي ده ويجي يقول لي اعمل لي الاسنان الاماميه الاول، بقول له لا انا اسف، انا ممكن اعملها لك مؤقت، ولكن لازم يبقى عندي عضه ورا الاول، لان حضرتك لما هتيجي تاكل هتاكل الاسنان اللي انا هعملها، فبالتالي هتتقطم، لان القواطع ربنا مش خلقها لنا عشان تمضغ، القواطع ربنا خلقها لنا عشان تقطع الاكل ونمضغ ورا. فلو انا ما عنديش حاجه تمضغ، فبالتالي انا لازم اعمل الاول حاجه تمضغ وبعدين اقوم عامل الشكل التجميلي. كيف تركت سنان لهذه الحاله؟ لا كتير قوي دكتور ايمن، لا يعني دي 80% of population. فبنبتدي ان احنا نحط الخطه العلاجيه بتاعتنا زي ما اتفقنا، نزرع ورا الاسنان، بنبتدي ان احنا نشيل الحشوات البيضه دي الاسنان، بنعيد حشو العصب او بعمل حشو عصب جديد لو مش معمول، ونبتدي نشيل البتاع، وابتدي زي ما انت شايف كده بحط ده البي ام ام اي، ده المؤقت، ده البوليميثايل ميثاكريليت، ده بلاستيك، بقوم حاطه على الاسنان كلها، شكله طبيعي وكل حاجه، ولكن يؤدي لي الغرض لحد ما اللثه تلم ويجي معاه التحميل لسه الزرعات. ده المؤقت يا جماعه، لسه مش بعد وضع الترابيش والزرع، لسه ده مؤقت. ده بي ام ام اي، ده بنحطه لمجرد ان احنا ننتظر الحاله بعد وضع المؤقت، لسه المؤقت ده المؤقت. فبننتظر لحد ما اللثه تلم والزرعات اللي ورا دي بتبقاش لسه مسكت، فما نقدرش نحملها بالفول كاباسيتي. حاله بعد الوضع المؤقت، مفيش ترابيش وزراعة مؤقت. حاله بعد احنا بنحط الزرعات عشان تتحمل، بتاخد 3 شهور. فالخلفي ده زرعات والامامي ده اسنان طبيعيه. فاحنا اللي احنا عملناه ايه؟ ان احنا حملنا
على الاسنان الطبيعيه اللي موجوده، وفي النص الجزء الفاضي ده فيه الزرعات بتاعته مش متحمله ومحطوط عليها البلاستيك كله، ده كله بلاستيك بيبقى شكله زي ما احنا شفنا حلو. المريض بيمشي بيه شكله حلو لمده 3 4 شهور، لان هو بيبقى شايل هم قوي ازاي همشي فاضي، طب انا لو اللثه هعمل ليزر، طب هستنى اسبوع 10 ايام، طب همشي ازاي. طبعا بيمشي بالبي ام ام، ما بيمشيش حد خالص فاضي، او بانه السنان حتى شكلها بتاع، وبرده اجين البي ام ام معمول بالكمبيوتر فما بيبقاش فيه مشكله خالص، اللثه بتلم والدنيا بتهدى وتبقى الدنيا جميله. بعد كده بيجي لنا بنعمل له بقى السوبر وايت اللي احنا شفناه في الاخر ده، وبنقوم عايز الابيض ده ماشي، عايز لون طبيعي شويه ماشي، هو ده طبيعي بس اكن سنان متبيضه، عايز سنان اكنها مش متبيضه ماشي، عايز مثلا لوك مثلا اكبر سنه ماشي، عايز منظر اصغر سنه ماشي، طبقا ليه بيشتغل ايه وشكله ايه وظيفته. الجزء الجمالي ده انا دايما باخد فيه راي المريض، يعني بشركه معايا في الحاجات اللي انا ينفع اشركه معايا فيها، ومن حقه ان هو حاجتين حق المريض عليا، انه يعرف انا هعمل ايه من اول زياره زي ما اتفقنا في اول الحلقه، وتاني حاجه ان هو يشوف الفاينل ريزلتس كشكل وكلون قبل ما اعملها على الكمبيوتر، لما بعد ما بحضر بس مش قبل ما اشتغل، عشان في ناس تفهم غلط، انا بحضر وبصور وانا بشتغل على الكمبيوتر، قبل ما بخرط بقوم قايل له ادي لون الاسنان بتاعتك، تحب تختار اللون ده ولا اللون ده، وادي شكل الاسنان بتاعتك لو عايز تعمل فيها اي موديفيكيشن، يو ار ويلكم. بيقعد في المعمل اللي انت شفته ده، اللاب يونت السبيشاليز اللطيفه دي، يقعد مع جنب دكتور يشوف هو اللي عايزه ايه ونعمله له، يخرط يلزق في الاكوزيشن وخلاص. نورتنا وسعدت بهذا اللقاء الممتع جدا، ودايما يعني انا قلت الفتره اللي جايه دي كلها جديد، يعني احنا انا هتعبك معايا شويه بس هنعرض كل الجديد. يعني كل حاجه بنعملها لازم نقولها، كل حاجه سواء كانت في الاداره، سواء كانت في التكنولوجيا، سواء كانت في الاداء، سواء كانت في الجديد، سواء كانت في التركيبات، في الماتيريال، في الاندو، في الزراعه، انا بقيت شاطر خالص. حق الناس علينا، حق الناس علينا ان هم ياخدوا طب اسنان برفاهيه، مش طب اسنان بس، طب اسنان وعلاج امن، تكنولوجيا وكمان رفاهيه. ورفاهيه، نورتنا. كل شكر لتقدير ضيف العزيز الاستاذ الدكتور شادي علي حسين، طبعا استشاري ومدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس، ودكتوره وماجستير علاج الجذور من جامعه عين شمس، وزميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان والجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقمي. والله وحشنا طب الاسنان الرقمي. بقالنا كتير ما اتكلمناش. خليكم دايما معانا مع الدكتور مطرح شادي علي. الجنين نفسه تاخد عينه منه، بتحلل الكروموزومات، تقول دوت اكس واي ولا اكس اكس. يقول لك الست هي اللي بتمسؤوله عن جنس الجنين، هي اكس ما بتطلعش غير اكس بس، الراجل هو اللي بيطلع يا اما اكس يا اما واي. كلام صح. الطريقه اللي بنعملها دلوقتي اسمها فيتريفيكيشن، خلت نسب التجميد عاليه جدا. لو هيحصل حمل خلاص هيحصل، نسبه الحمل هتبقى 100% في ذكر لو احنا عايزين ذكر، 100% في انثى لو عايزين انثى. تأخر الإنجاب ده المجتمع متجه إلى الخرافة، في خلل كل التخصصات اللي هي ملهاش أي منطق. أكثر الأسئلة شيوعاً الدورة الشهرية، تأثير الرياضة العنيفة على انتظام الدورة، حقن المجهري نسبة نجاحه أعلى من التلقيح الصناعي. ده ما أعتقد صح. صح ده صح. أخيراً لقينا حاجة ده. القطط بيكون سبب الإجهاض المتكرر عند الست، حتى لو التوكسوبلازما موجودة بتسبب إجهاض مرة واحدة بس، منظومة كلها متكاملة في مكان واحد. كل الدول المتقدمة تقدمت باللي احنا بنتكلم فيه ده، بنحاول نصل لحاجة على مستوى عالمي، وده اللي قدرنا نوصل له.